التاسعة من أون لايف، أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالكيلو 47 بطريق أسيوط الخرقة. وأوضحت الداخلية في بيان لها أنه بناء على معلومات قطاع الأمن الوطني بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع بالمنطقة المشار إليها لتجهيز لعمليات إرهابية، تمت مداهمة المزرعة وجرى تبادل لإطلاق النار مع الإرهابيين. هذا وقد عثرت قوات الأمن على أسلحة نارية وحزامين ناسفين وكميات كبيرة من الذخائر ومبالغ مالية بمحل الواقعة. أشاد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بالضربات الأمنية الناجحة لقوات الأمن، وأضاف علام أن الضربة الأمنية الناجحة بطريق أسيوط الخرقة لم تقتصر فقط على القضاء على الإرهابيين، ولكن تبعتها ملاحقات أمنية للقبض على الفارين منهم، مؤكدا أن هذه الضربة تثأر لشهداء عملية الواحات الإرهابية وأن قوات الأمن لا يكسرها أي إرهاب. كما دعا المفتي إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أهمية الارتقاء بالخطاب الديني والنهوض بالعمل الدعوي، وخلال اجتماعه بخطباء المساجد وقيادات مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، دعا وزير الأوقاف إلى الالتزام بالخطبة الموحدة وتعريف المسلمين بالدين الإسلامي الوسطي البعيد عن التطرف والتعصب. قال جون بولتون السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، قال إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ومنظمة معقدة للغاية، كما انتقد سياسة الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما اتجاه داعش في المنطقة. كما حث بولتون الرئيس الأمريكي ترامب على إلغاء الاتفاق النووي المبرم في عهد أوباما بين الولايات المتحدة وإيران وخمس دول كبرى، مؤكدا أن طهران تستغل هذا الاتفاق الذي أبرمته مع أوباما لإطفاء الشرعية على دولتهم الإرهابية. توجه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال على رأس وفد برلماني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق 6 أيام. يجري خلالها الوفد مباحثات مع قيادات الكونغرس الأمريكي حول سبل دعم العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما يلتقي الوفد بغرفة التجارة الأمريكية لمناقشة التطور الاقتصادي في مصر في ظل حزم البرامج الاقتصادية التي تم إقرارها العام الماضي، وكذلك فرص الاستثمار في ظل قانون الاستثمار الجديد. أعلن البيت الأبيض عن قيام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بزيارة مصر نهاية شهر ديسمبر المقبل. وأضاف البيت الأبيض في بيان له أن بنس سيجري لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة عدة ملفات. كما أشار البيت الأبيض إلى أن زيارة بنس ستشمل كذلك إسرائيل، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك عملية السلام في الشرق الأوسط. أكد سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتي أن بلاده كانت تتطلع لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، وقال السفير الفرنسي إن باريس اختارت بمنتهى الوضوح أن تكون شريكا استراتيجيا لمصر، مشيرا إلى وقوف بلاده بجانب مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ودعم الإصلاحات الاقتصادية. كما أضاف أن الزيارة شهدت لقاءات مكثفة وتوقيع اتفاقات بقيمة تتخطى 400 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية متنوعة. كما أضاف أن وفدا من الشركات الفرنسية سيزور مصر في نوفمبر المقبل، فضلا عن زيارة ثانية سيقوم بها وزير الاقتصاد والمالية برونو لومار لبحث آفاق توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. قامت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن في 11 محافظة بإزالة 576 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف. كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قد وجه بتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون. قام قطاع السجون بتوفير أجهزة تعويضية لعدد 9 حالات من نزلاء
ليمان 440 الصحراوي من ذوي الإعاقة الجسدية، حيث تم تركيب الأجهزة للنزلاء داخل السجون المختلفة لتعينهم على ممارسة أعمالهم اليومية دون عناء، خاصة بعد انقضاء فترة العقوبة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، إعلاء لقيم حقوق الإنسان واستكمالا لخطة التطوير التي يتبناها قطاع السجون في الآونة الأخيرة على كافة المحاور. تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 46,866 مخالفة مرورية و 2,543 دراجة نارية مخالفة وضبط 31 سائقا تحت تأثير المخدرات. قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة السنة المالية الجارية 2017-2018 تتضمن تخصيص 4.2 مليون جنيه لمشروع تطوير وتحسين الأماكن السياحية بشبه جزيرة سيناء. وأضافت الوزارة أن مشروع تطوير وتحسين الأماكن السياحية بشبه جزيرة سيناء يعد واحدا من أهم برامج ومشروعات الاستثمارات الحكومية لقطاع السياحة، ويشمل المشروع إنارة طريق مدخل نبق المطار بطول 8 كيلومترات بعمل أعمدة طاقة شمسية بمدينة شرم الشيخ. أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزويدي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي بالجهود والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة المصرية، وذلك لضمان سلامة المنتجات الزراعية والحفاظ على سمعتها بالخارج. كما أكد الزويدي حرص الحكومة الإماراتية على ضمان سهولة نفاذ المنتجات المصرية من الحاصلة الزراعية إلى الأسواق الإماراتية وتعزيز قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق بين البلدين تحقق الأهداف المشتركة في ضمان سلامة المنتجات الزراعية وصحة المستهلك. عقدت المنظمة العربية للحوار برئاسة الدكتورة حنان يوسف لقاء بعنوان دور الإعلام في نشر ثقافة التسامح ومواجهة خطاب الكراهية، وذلك ضمن فعاليات برنامج الزمالة لعام 2017 الذي تنظمه إدارة حوار الحضارات بالجماعة العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بنادي القاهرة للصحافة التابع لهيئة الاستعلامات. واختتمت الجلسة بمشاركة الحضور في وضع استراتيجية إعلامية مشتركة بين شباب العالم لدور الإعلام في تعزيز ثقافة التسامح والسلام ونبذ العنف والكراهية. أعلنت هيئة السكك الحديد عزمها إنشاء أول خط إنتاج لتصنيع عربات القطارات داخل مصر، والذي تنفذه إحدى الشركات العالمية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. ومن المقرر أن يوجه الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط. يشار إلى أن الانتهاء من إجراءات المتفاوض والتعاقد مع الشركة المنفذة سيتم قبل نهاية العام الجاري. وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مذكرة تفاهم مع بنك HSBC لدعم استراتيجية الوزارة في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة. وقالت سحر إن الوزارة حريصة على التعاون مع البنك لما يملكه من فروع منتشرة في كافة أنحاء العالم، مشيرة إلى أن البنك سيتولى ربط المستثمرين الدوليين بالفرص المتزايدة للأعمال في مصر. من ناحيته أشاد جاك بلانشيا رئيس التنفيذي للبنك بجهود الحكومة المصرية لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة الدولية. نهاية خدمة التاسعة من أون لايف، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.